فضيلة الشيخ، ما يشرع في قراءته في هذا الصباح؟ نعم، ما يشرع قراءته في صلاة الكسوف وصلاة القمر؟ نعم، صلاة الكسوف لا يشرع فيها قراءة سورة معينة، بل المشروع فيها الإطالة. المشروع فيها الإطالة، إنما لو أتى مثلا بسور فيها مواعظ كثيرة فالوقت مناسب، الوقت مناسب. وكان بعض مشايخنا يستحب أن يقرأ سورة الإسراء لأن فيها آيات مناسبة، منها قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالمهم أنه يقرأ ما تيسر، لكن يطيل القراءة. أهم شيء أن يطيل القراءة.